حكاية فارغة، ما فضوا حتى شيء، حكاية فارغة. كيفاش ندعموا اليوم أمهات فلسطين؟ لأنه شفنا صور قاسية جدا في علاقة بالأطفال بالرضع، عدد كبيرة من الشهداء، قلوا احنا عصافر جنة للأطفال هذوما، وأيضا برشا جرح، برشا متضررين، فما أطفال اللي مرضى بطبيعتهم ويستحقوا علاج. كيفاش نجموا ندعموهم؟ كيفاش نجموا نعاونوا؟ كيفاش نجموا نقفوا معاهم؟ هذه ما تحاول باش تقوم بها مؤسسة دار الأمومة. معنا مباشرة مروة الشريف. صباح خير مروة، نهارك زين. صباح النور، مرحبا، شكرا على الاستضافه وبيك اكثر. يعيش مروه، لو كنت قدم لي المبادره نتاعكم، كيفاش نجموا ندعموا احنا امهات فلسطين؟ شنو تنجم تحكي لنا على اللقاء هذايا؟ شنو بالضبط، شنو الهدف منه؟ الهدف منه هو نفس اسمه، نفس السؤال اللي انت طرحته، احنا كيفاش ممكن ندعمه؟ الفكره منين جايه؟ الفكره اللي انا لما نقول الام الفلسطينيه، شنو هي الصوره اللي تجي في ذهن المتلقي مباشره؟ حتى المتلقي العربي، الام الصامده، الام اللي ما بين قوسين عادي اولادها يموتوا، الصوره هذه خطيره جدا، انه عادي اولاد الام الفلسطينيه يموتوا. في الاعلام الغربي التصويره شنية قالها حتى مره في العوام السابقه الصهيوني ميشيل بوجناه، شنو اللي قال؟ اللي النساء الفلسطينيات يجيبوا صغار بهدف انهم يموتوا لهم، بهدف انهم يعملوا عمليات ويموتوا. فالصوره هذه مخطره جدا، هذه اول حاجه. يعني هل الامهات اللي احنا شفناهم وسمعنا جمل مش باش تتنحى من بالنا كامهات كنساء كبشر، لما تقول لاولاد ماتوا ما اكلوا، وتقول حطي قلبك على قلبي يما، لما تقول قو مرضع، يعني هل هالامهات هذم عادي صغار يموت؟ هل عادي؟ هل هذي شيء مقبول؟ فالفكره انه هالصوره هذي احنا كشركاء في القضيه شنو ممكن نعمله تجاه الصوره هذي تجاه انفسنا؟ يعني مش الخارج، الخارج هذا يجي في 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 مرحله اخرى. ايه احنا لازمنا اولا هالصوره نراجعوها، لانه الام الفلسطينيه يعني احنا مانيش اكثر امومه من الام الفلسطينيه، والسؤال هو كيف ندعم احنا كجزء بالضبط من الامه هذه، كيف ندعم؟ فباش يكون لقاء مش فقط الامهات التونسيات، ان شاء الله باش يكونوا معنا امهات فلسطينيات. وانا نحب نستغل المنبر نتاعك، لو فما نساء فلسطينيات موجودين في تونس وامهات فلسطينيات موجودين في تونس، نتمنى انهم يشرفونا. الدعوة موجهة لهم دوك اليوم الأربعة متاع العشية، وين بالضبط مروة؟ في مقر أمومة اللي هو 12 شارع هارون الرشيد ميكيلفيل، قريب من قنصلية إيطاليا. الفكرة إن نلتقي، إن نقولوا كيفاش نجموا ندعموا، شنو نجموا نعملوا. وأحنا كان من الأول معنا كنا حتى في عنوان كنا باش نكون نتضامن، لكن أحنا مش نتضامن. يعني هذم ناسنا، هذم أهلنا، هذه قضيتنا. انت معناها تعرف اللي الاطفال اللي استشهدوا الكل بكينا عليهم وحسينا بحرقة عليهم، ولانهم اولادنا، مش كانهم اولادنا، لانهم اولادنا. واللي طبعا واللي صار عليهم ممكن يصير علينا. واضح جدا انه العالم المسيطر الان، العالم خليني نسميه العالم الابيض، يعني رافض اصلا وجودنا، مش حتى انه يتعاطف معنا. وريناه الشيء ذي مش كان فقط في فلسطين، وريناه في العراق، وريناه في افغانستان، ولكن فقدت الفرق توا انه فما وسائل التواصل الاجتماعي وفما اعلام واحد اخر يولي تصويرتنا. لو كان تفكروا شويه، لو كان نحكيو مع امهاتنا تو يحكيو لك على صور، وعلى صور امهات صبرا وشتيله، وعلى الصغار في تل الزعتر بالضبط. يعني هذا متواصل لمده 75 سنه، وتم باش يفقدوا القضيه التعاطف، لانه هذا تمشي كامل في انه ينزل علينا صفه الانسانيه. فلما تشوف مثلا في الخارج انه الناس انهم يحكيوا انه فما الام المستوطنه الاسرائيليه تم تفريقها على 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 رضيعها اللي عمره 9 شهور، والتصوير شنو اللي هي الام توا شنو تحس وهي بعيده عليها صغيرها. يخدموا برشا مروه على ستوري تيلينج، ويقدموا يخدموا مونتاج هايل، يعملوا صوره سينمائيه، هذاك باش ياثروا على المشاعر ويدغدغوا الاحاسيس نتاع الناس. انا شفت فيديو مقرف
مقرفة الفيديو البارح لممثلة صهيونية تقلد في الأمهات الفلسطينيات، معناها قمة الانحدار الأخلاقي، قمة الانحدار الأخلاقي في الفيديو اللي دارت البارح واللي هبطتها الممثلة الصهيونية هذية. أنا طبعا معاك فيه الشيء هذي الكل، ولكن ونحب نزيد نقول ونأكد اللي هو الهدف منه أنه نزع الإنسانية علينا احنا كشعوب الجنوب والشعوب العربية، انه يولي عادي عنده، يعني لما اي شخص يسمع انه فما 100 فلسطيني ميت عادي، انه 50 طفل فلسطيني ميت عادي. لو تتفكر مثلا محمد الدر يعني كأنه عادي، تصور لو كان صارت حاجة كما محمد الدر، لو كان اي فصيل من فصائل المقاومة العربية قام بحاجة كما اللي صارت مع محمد الدر، شنو كان يصير في العالم؟ وحتى هنا احنا ومواجه هنا احنا قبل، مواجه هنا احنا قبل، لانه لازم الامور تكون في جينا احنا، مانيش ننتظر منهم هما باش يغيروا السرديه، هذه لازم يقف عند حد، احنا مش ننتظر فيهم باش ينقذوا فينا، لازم ننقذوا انفسنا، ولكن احنا زيد الصوره عنا احنا راهو توا على خاطر الحرب والمجازر والعدد بسيط برشا اللي احنا متفاعلين بالطريقه هذه، ولكن للاسف يا عفيف احنا يتتعدى في الاخبار انه استشهد اليوم 3 فلسطينيات برصاص الاحتلال الاسرائيلي، نقراهم متعديين للاسف. بالضبط، هذاك علاش لازم زاد احنا نراجعوا رويحنا ونغيروا اسلوبنا. جميل جدا هذا اللقاء، شكرا ليك، يعطيك الصحه مروه الشريف. ندعي من خلالك، تفضل. ندعي من خلالك الأمهات التوينسة والنساء التوينسة، ماهيش فكرة على الأمهات إنه يكونوا معانا اليوم، وخاصة للفلسطينيات والأمهات الفلسطينيات الموجودين في تونس يجيوا معانا اليوم في دار الأمومة أثناء الشارع هارون الرشيد ميتشيلفي الأربعاء متاع العشية، الموعد اللقاء العشية. كيف ندعم أمهات فلسطين من تنظيم دار الأمومة. شكرا لك مروة الشريف.